طيب كريم، انا عارف ان في او سمعنا ان في مظاهرات بتحصل في مازيمبي، عايزين ندي جماهير مازيمبي عايزين ندي صوره على الحاله اللي فيها نادي مازيمبي. يعني نادي مازيمبي طبعا في الوقت الحالي هو متصدر الدوري الكونغولي الديمقراطي، يعني والدوري اصلا ما فيهوش فرق كتير، هم 8 فرق بس الفريق عنده 8 فرق يعني هم 8 فرق بس وبيلعبوا مع بعض رايح جاي. فعندهم مشكله مع الحكومه، عندهم ان هم كل الفرق بتاخد دعم ما عدا مازيمبي. ربما يعني يرجع الامر الى ان النادي نفسه رئيسه غني، هو لسه راجع اللي انا عارفه وهو يملك، يعني احنا عارفين ان هو عنده حقول ماس، يعني الراجل ثراؤه يعني نقدر نقول عليه فاحش. لكن الجماهير هناك عندها مشكله ان كل الدعم بيروح لفيتا كلوب، بيروح لبقيه الانديه، ما بيروحش المازيمبي. فهم عندهم مشكله في الحته دي. وطبعا بجانب هذا الامر، نادي مازيمبي في الفتره الاخيره كان عنده مشاكل اداريه، حتى رئيس النادي كان بيقول ان انا مش هقعد كتير وهسيب الكرسي بعد كده للشبان في النادي عشان ياخدوا مناصب اداريه ونقدر نخلق جيل جديد. هو بقاله في صناعه كره القدم في الكونغو الديمقراطيه اكثر من 40 سنه بس، فهو عايز يعني هم عندهم الوضع برده. حتى برده هو ليه تصريح انا عايز اقف عنده كتير، هو سيام الصالح هو دعا الجمهور مازيمبي ان هو يلجا الى الدعاء والصلاه والصوم في الثلاث ايام اللي قبل المباراه. طبعا كلنا اكيد حاجه حلوه قوي كلنا ان احنا نستغل الرياضه عشان نتقرب لربنا سبحانه وتعالى، بس برضو في نفس الوقت بيديك الاحساس ان هم يعني ك ك ك كفريق في الفنيات والامكانيات ما عندهمش الثقه الكامله في امكانياتهم. فالفكره في حته ايه؟ ان النادي الاهلي نادي مازيمبي على ارضه بكل امانه بيطلع كل الباور اللي عنده. فريق مازيمبي بس كده، فريق على ارضه حاجه وبره ارضه حاجه ثانيه. في وجهه نظري 70% من بطاقه الترشح لو خرجت من يوم السبت ملعب لومباتشي بنتيجه ايجابيه ان شاء الله باذن الله المهمه بتسهل كثيرا في مباراه العوده في القاهره باذن الله. يعني